رجعنا مع حضراتكم الكابتن الكبير ياسر ريان، منورنا ياسر. بص، خلال التقرير كده في نقطتين حبيت يعني اركز عليهم شويه. انتقالك للنادي الاهلي، انتقالك للنادي الاهلي عن طريق نادي المنصوره، وقد ايه كان اصرارك انك تلعب في النادي الاهلي رغم العروض يمكن الاكثر ربحا او مالا من نادي الزمالك. كلمني على الفتره دي، وكان يعني قضيتها ازاي، وكان سبب تمسكك بالنادي الاهلي. بص يا كابتن هاني، لازم برضو نوضح للسادة المشاهدين الفرق بين الانتماء والولاء، والمادة في الفترة دي مختلفة. احنا الاول ما انت في نادي المنصورة، نادي انا تربيت فيه، يعني انا طبعا قعدت مع النادي الاهلي 10 سنوات، فترة طويلة، بس عشان كنت اجي النادي الاهلي ده كان حلم لاي لعيب في مصر، وما زالت وهتفضل يتمنى يلعب النادي الاهلي. انت ممكن تروح انديه تانية تستفاد منها ماديا، لكن ما تستفادش منها الشعبيه الكبيره اللي ولا موجوده، البطولات ولا بطولات، وهتستفاد برضو ماديا. يعني النادي الاهلي ما فيش حد ما بيكسبش من وراه اكيد. فاما جالي الموضوع كان بالنسبه لنا، او بالنسبه لي انا كلاعب عنده 18 سنه، ما يجي لي نادي الاهلي. احكي لي الكواليس، اللي هو مين اللي اتصل بيك، النادي المنصوره حد كلمك قال لك والله الاهلي عايزك والزمالك عايزك، يعني اشرح لي الكواليس، الامور مشيت ازاي. كويس، احنا كان في الوقت ده ما كانش فيه لسه الموبايلات ظاهره خالص، وكانت عن طريق الاتصال التليفون الارضي يعني. فانا الاول بعد ما الدوري انتهى واحنا ما وفقناش مع نادي المنصوره، انا في السنه دي كمان احرزت هدف في كابتن شوبير مع نادي المنصوره سنه 88. كانت ظروف النادي الاهلي برضو، كان برضو انت عارف تغيير جيل، والموضوع ده بقى صعب شويه على الانديه الكبيره. فانا لقيت جاي لي تليفون عن طريق من اصدقاء ليا في المنصوره، قال لي نادي الزمالك عايزك وهيجي لك وهتروح تتفاوض معاه. فانا طبعا ما كانش بقى فيه وكلاء ولا وكلاء ولا حاجه، كله عن طريق ابسط مما تتخيل. في الوقت ده لما جولي لقيت لك جايبين لنا عربيه، انا في بلد قريه صغيره جنب المنصوره اسمها منة محل الدونه، دي بلدي اللي انا تربيت فيها. ف بعتوا له عربيه، المهندس اسمه كان في اتنين فاروق ابو العز، في اللي هو فاروق ابو العز وفي المهندس فاروق. انا رحت المهندس فاروق ابو العز، ده من رجال الاعمال اللي كانوا موجودين في الوقت ده مع نادي الزمالك. أيوة. وهم اللي بايه بيتفاوضوا معايا، بيتفاوضوا معايا. فالموضوع بالنسبه لي جديد، وبالنسبه لنادي المنصوره ما كانش التنقلات كانت مش زي ما كانش الاحتراف زي دلوقتي. بس طبعًا المفاوضات بدات مع نادي الزمالك في الاول، في الاول طبعا، مش الاهلي. لا خالص. ف جم خدوني ورحت بيت عند المهندس فاروق. والتاني كان في السنه ده نادي الزمالك حصل بطوله الدوري مع ديفيد مقايا، مش ناسي الاسم. وكان المساعد ليه في كابتن فاروق جعفر. فتاني يوم خدوني ورحت قابلت كابتن فاروق جعفر في دار من دور القوات المسلحه، وقعدت معاه وقال لي الموضوع بالنسبه لنادي المنصوره خلصان، وانت حقوقك الماليه برضو خلصانه. قلت له طب بس انا هسافر، احنا عندنا اولمبياد برشلونه، وانا كنت اصلا من لاعبي الاساسيه الحمد لله في مع نادي مع منتخب الاولمبي. يعني حتى وانا في نادي المنصوره انا مع منتخب مصر، من كابتن هاني كنت موجود معاه في الفتره دي، ومع الكابتن طه اسماعيل، ومع الكابتن ومع فايتس. انا حضرت ناس كتير وانا صغير جدا. وانا في نادي المنصوره كنت اللي ده لسه ما رحتش النادي الاهلي. فقعدت معاه واتفقت على كل حاجه، قال لي مالكش دعوه بنادي المنصور، انت فلوسك هتاخدها وما ترجع من الاولمبيات، كل الامور بالنسبه لك هتبقى واضحه. لسه رايح، خلاص انا اتفقت ولسه رايح البيت، انا بالنسبه لي برضو موضوع مش مستوعبه قوي، متلخبط شويه. لسه رايح البيت لقيت جاي لي تليفون تاني، مين؟ المهندس عادل القيعي. قال لي احنا عايزينك، ما اعرفش عارف بقى الموضوع، انت عارف برضه المهندس كان في الوقت ده المهندس عادل طبعا ذكي وشاطر، وبرضه وكان عضو مجلس اداره اعتقد في الوقت ده، او مدير النادي في الوقت ده حاجه كده. فقال لي احنا الكابتن صلاح عايزك. انا ما شفتش كابتن صلاح غير في الشمال السوداء. فانا بالنسبه لي غريبه طبعا. فروحت انا اللي رايح بمواصلات، ما فيش عربيه واحنا لسه صغيرين، ما طبيعي طبيعي كده. ف والنادي الاهلي ما صدقت يطلبني. يعني نادي الزمالك نادي كبير ونادي يحترم، واي لعيب اي واحد في مصر يتمنى يلعب ليه برضه، بس انا ليه انتمائي. ف في نفس اليوم انا يعني لسه مروح البيت لقيت لسه في الطريق وبتفكر كمان. ما هو مفيش حل عندي تاني. يعني انا جاي لنادي زي نادي الزمالك تمام. فلقيت المهندس عادل القيعي المهم عرف يوصل لي عن طريق الاستاذ جمال ولايه، ربنا يديله الصحه.
هو ده اللي كان همزه الوصل. هو رمز الوصل. هو سبحان الله وصل لي عن طريق برضو ناس في المنصوره. ما فيش البلد عندي ما فيش صعب توصل. ما يوصلوا لك بتبقى لا صعب. بعت لي واحد طبعا. فقمت راكب تاني وقمت راجع مصر للمهندس عادل القيع في العجوزه عنده في البيت. قال لي هتبات وان شاء الله. بيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له حصل كذا 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 وحكيت له الموقف اللي مع كابتن فاروق. قال لي طب احنا هنقابل الكابتن صالح سليم. ماسك الاستمارات وماسك كل حاجه فروحنا تاني يوم عدينا. هو قعد في العجوزه تعدي كوبري اكتوبر وتنزل على النادي في الزمالك. لا رايحين بيته. بيته اوكي. فرايحين بيته انا متخيل الكابتن صالح بقى لقى شاب صغير ومش عارف ايه. لقيت لك واحد بقى الشعر الابيض فبقول للمهندس عادل القيع هو بيجيب لنا حاجه نشربها. فبقول له انا كنت متخيل انا صغير برضه والموضوع بالنسبه لي كل ده. كان عندك 18 سنه. 18 سنه بس. فقلت له انا كنت متخيل الكابتن صالح الاقي الشوم السوداء والاقي بقى الكلب اللي روي. بصراحه كابتن صالح يعني بامانه المقابله كانت غير طبيعيه. وفعلا شوف الموقف اللي هو انا قعدت معاه بالظبط 10 دقايق. احنا كنا مسافرين هنعمل فتره اعداد في هنلعب ماتش في ايطاليا قبل ما نسافر برشلونه مع المنتخب الاولمبي. مع المنتخب الاولمبي. فاحنا مسافرين تاني يوم يعني انا خلاص هروح هاخد شنطتي اروح على المعسكر هنسافر. اللي كان موجود في الفتره دي كابتن محمود سعد هو المدير الفني وانت عارف زملكاويته. فانا رحت كابتن صالح قلت له حكيت له برده على اللي حصل. قال لي بص يا ياسر احنا كامكانيات ماديه الزمالك كان في الوقت ده كان رئيس النادي كان انا مش ناسي المهندس حسن ابو الفتوح. طبعا رجل اعمال كبير. رجل اعمال والنادي الزمالك بيصرف والامور بالنسبه له. قال لي انا قلت له طب الحل ايه؟ قال لي الحل عشان تقطع الموضوع لازم تطلع تصرح في الاعلام اللي انت مش لاعب غير للنادي الاهلي. مين اللي كان بيتابع الموقف ده قوي؟ كان الاستاذ ايمن بدره. كان كل يوم ايه الاخبار وانا بيني وبينك كل يوم. انا الفتره دي كمان ايه كان هما ثلاث ما فيش زي الوقت السوشيال ميديا مفتوح. طبعا الموضوع كان هما ثلاث جرايد يوميه يا سران بين الجنه والنار يا سران بين الاهلي والزمالك يا سران. وانا طبعا الموضوع بالنسبه لي مش عارف انا في النادي المنصوره تاني خلاص. الموضوع بالنسبه لي 18 سنه وولد صغير وفجاه الاهلي والزمالك وكابتن صالح سليم. فالموضوع صعب زي. عليك يعني خلي بالك في اولمبيات واولمبيات رايح مسافر محمود سعد هو اللي ماسك يعني خلي بالك انت برضو أكيد. بدور فقال لي قلت له استاذ ايمن انا مش هلعب غير النادي الاهلي. قال لي داخل قلت له ده تصريحي وده النهائي بتاعي. انا نزلت من عند الكابتن صالح سليم مضيت على الاستمارات خلاص خلاص. يعني انت حتى لو انت مضيت خلاص انت خلاص هيبقى انت موقف من ساعه ما كابتن صالح كلمك خلاص انت النادي الاهلي. نادي المنصوره عايز يوديني نادي نادي الزمالك هو هيستفاد ماديا وانا كماديا. انت بتتكلم على فرق كبير. انا اخدت من النادي الاهلي ما اخدتش منه فلوس. انا كان ليا 30,000 جنيه واتنزلت بهم لنادي المنصوره عشان يعوض الفارق. نادي الزمالك كان هيديني 350,000 انا رقم كبير جدا طبعاً. غير نادي المنصوره. بس انت كنت محدد موقف او انتماء طبعاً. ده بناء على انتمائك طبعا. وعارف اللي انت كمان خلي بالك هتستفادي هتستفادي شعبيه هتستفادي مال هتستفادي اللي ما الناس لغايه دلوقتي احنا بنروح الاماكن كتير والكابتن هاني عارف كده. احنا بنروح اماكن ممكن تعمل لنا خصومات عشان خاطر النادي الاهلي مش عشان خاطر انا فلان. مظبوط. فالمهم يا كابتن صالح انا وقعت عنده في البيت ومشيت وقابلت الاستاذ ايمن بدره اديت له التصريح قبل ما نسافر ايطاليا. وانا كل ده انا مش عايز الكابتن محمود سعد يشوف الخبر ده ويعرف حاجه اللي انا وقعت الاهلي. شاف الخبر ده فين؟ انت عارف الجرايد دي برضو بتوصل بره. طبعا مكتوب في اخبار رياضه ياسر ريان للاهلي ومحمد جابر كان في لعيب في شبين في الوقت ده الزمالك خرفاء. يعني محمد جابر للزمالك او للزمالك تمام. ده المانشيت بتاع الاخبار. فلقيت كابتن محمود سعد هناك قلت خلاص بقى ما هي خلاص احنا في ايطاليا ارجع بقى اخد جنب لا ما فيش رجوع خلاص البعثه اتعمل خلاص. وطلعنا من ايطاليا رحنا برشلونه والحمد لله اخترت الصح. وده انتمائي وانتماء اسرته والمنصوره كلها اهلاويه فمش انا لوحدي يعني. صح اكيد. ده مختصر الموضوع بتاعي مع النادي الاهلي والفتره اللي انا وطبعا جيت من البطولة العربية رحنا بقى البطولة العربية في سوريا اللي كان منتخب الأولمبي المدعم مع كابتن جوهري. ايوه خدوا جزء منكم معانا مع المنتخب الأولمبي وخدنا البطولة العربية في سوريا النهائي حسام حسن. ايوه رجعت من البطولة دي على النادي الأهلي. أول ماتش ليا كان الاتحاد السكندري برضه. ما أنا مش كنت الماتش اللي حضرتك دلوقتي بشوفه وأنت عامل جول ما شاء الله. مش التنويه ده الماتش الأولاني بقى كان أول ما في اسكندرية 2-0 محمد رمضان وأيمن شوقي.
كمان يعني ده اول ماتش ليا مع النادي الاهلي. كان اول ماتش ليا لعبت اساسي اساسي اول مباراه اساسي. كابتن انور سلامه كان موجود هو المدير الفني في الفتره دي. جاء قال لي انت مش جاهز. حسيت ان هو مش مقتنع بيا. مكتوب انت عارف كابتن انور ممكن يرمي حاجه في الاعلام كده. فدخلت له لقطه الكره قلت له كابتن حضرتك عايزني ابقى موجود ومش قال له طبعا انت جاهز. قلت له جاهز انا لسه لاعب بطوله عربيه في سوريا بعد الاولمبياد وكابتن جوهر واخدني من ضمن اللاعيبه اللي موجود. قال لي خلاص اجهز. كابتن انور كان موجود في الوقت ده محمد سعد باك ليفت كابتن اسامه ناحيه الشمال. انت عارف ناحيه الشمال عندنا في النادي الاهلي طول عمره مليانه ما شاء الله. انا احكي لك كمان موقف مع كابتن ابراهيم حسن لما جبنا بس باك رايت بس النادي الاهلي اتقلب. فالحمد لله لعبت اول ماتش الاتحاد كسبنا. لقيت الكابتن انور بقى ايه اتغير معايا. جهزوا تاني يوم لفت نظره. ما انا برضو جاي انا عايز اثبت وجودي. ممكن يكون مدير فني انا جاي عن طريق الاداره عن طريق اي المشكله. لازم انا اغير اسلوب اللي قدامي لازم انا اجبره اللي يقتنع. الحمد لله بدا الامور تتغير وبدات العب بقى ماتشات دوليه وماتشات مع النادي الاهلي وبدات احط رجلي مره في مره والعجل الحمد لله بدات